مشاهدي قناة شفت في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي غنرصدوا لكم فيه الحصيلة الوبائية بجهة الرباط سلا القنيطرة اللي تم تسجيل 8826 حالة على المستوى الوطني فيما تسجلت 9 حالات وفاة و5196 شخص اللي خضع للعلاج وتشفى من هذا الفيروس. بهذه المناسبة كنقول لهم نقدموا للأشخاص اللي تعالجوا من الفيروس واللي تشفوا منه أحرى التهاني، وكذلك بالنسبة لضحايا فيروس كورونا اللي تسجلت في المملكة المغربية 9 ديال الحالات كنقدموا لأسر ديالهم أحرى التعازي، وتقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا لله ما أعطى ولله ما أخذ. هنا غادي نوجهوا رسالة لكل متتبعي قناة شوف تيفي أنهم يردوا البال مع الفيروس، غادي وكيتكاثر وغادي وكيتزاد إلى ما خديناش الحيطة والحذر الله يستر، نقدروا أننا نخسروا عدد الأرواح أكثر. فكنشوفوا 9 ديال الحالات اللي تسجلت اليوم على المستوى الوطني اللي كانت ضمنهم حالة وفاة بجهة الرباط سلا القنيطرة، بما أننا كنرسلوا لكم منها هاد الحصيلة الوبائية اللي كتمركز في القنيطرة. طبعا حالة وفاة واحدة اللي كاينة في القنيطرة، أما بالنسبة لعدد الأشخاص اللي تصابوا بالفيروس في المستوى جهة الرباط سلا القنيطرة فتم تسجيل 1505 ديال الحالات مؤكدة جديدة فيروس كورونا، فيما مدينة الرباط سجلت 433 حالة مؤكدة. لهذا مشاهدي قناة شوف تيفي كنقول لكم المزيد من الحيطة والحذر والوقاية خير من العلاج. اما بالنسبه لعدد الاشخاص اللي استفدوا من جرعه اللقاح ضد فيروس كورونا الجرعه الاولى استفدوا منها اكثر من 24 مليون، اي 24,612,592 شخص اللي استفد من الجرعه الاولى، فيما الجرعه الثانيه استفدوا منها 23,841,000، فيما الجرعة الثانية استفدوا منها 3,780,397. فخصنا أولا المزيد من الحيطة والحذر. فكنشوفوا ارتفاع عدد ديال الإصابات في الأواني الأخيرة، ومن بعد ما كنا كنشوفوا تراجع ملحوظ وكنا كنقولوا بشرة خير لكل المغاربة، لكن للأسف رقم ديال 8826 اللي هو رقم ليس بالهين وليس بالسهل اللي ولينا كنسجلوه مؤخرا، وكنشوفوا عدد ديال الإصابات غدا وكترتفع، خصوصا أننا شفنا ظهور فيروس جديد اللي هو أوميكرون. فكاينين بعض المستهترين اللي كيقولوا ربما هذا الفيروس راه ماشي فتاك وما الاخير ما كيقتلش. حنا كنشوفوا من ضمن 8826,000 شخص اللي تصاب توفوا فقط 9 ديال الحالات، فالفضل كيرجع طبعا للتطعيم او لجرعه اللقاح ضد فيروس كورونا، حتى هو لعب دور كبير فالحد من عدد ديال الوفيات. لهذا خصنا المزيد من الحيطة والحذر، الوقاية خير من العلاج. لتذكير مشاهدي قناة شوف تيفي تسجلت 9 ديال الحالات ديال الوفيات في المغرب، و 8826 شخص اللي تصاب فيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما عدد الأشخاص اللي تعالجوا أو المتعافون من الفيروس وصلت ل 5196، وهذا رقم توا يعني رقم جيد، يعني أننا نشوفوا في خلال 24 ساعة يتعالجوا 5196 شخص، الحمد لله على هذه النتيجة. فكنقولوا أو لا كنذكروا على أن جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 1505 ديال الحالات، وحالة وفاة حالة مصابة مؤكدة جديدة فيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة. نتمنوا السلامة ونتمنوا الله أنه يرفع لنا هذا الوباء في القريب العاجل وتجعل المياه لمجاريها. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي نقول لكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء.